الاحتقان السياسي في تونس لمصلحة من؟ ما هذه الحرب الدائرة في تونس بين السياسيين؟ هل هي الأزمة التي تخفي أزمة أخرى؟ أم هي حرب بالوكالة لحساب جهات أجنبية ولصالح جهات وأجندات غير تونسية؟ تونس طنجرة تغلي، لكن مكونات طنجرة غير معروفة. المهم أن هناك نار موقدة وقدر يغلي، ولا أحد يعرف متى ينتهي الغليان ولا من أجل ماذا ومن أجل من من التونسيين حدث هذا. اليوم المهاترات وشتائم بين مسؤولين في الدولة على قارعة الطريق، اليوم تجييش واحتراب على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام أيضا من خلال التصريحات ومن خلال الاستعراضات، ولا قوانين محترمة ولا بروتوكول صحي مطبق. كل طرف وهو الجزء من الدولة والحكم عادة يعتبر نفسه تجاه من يختلف معه في الرؤية والرأي وفي المنبع الفكري والإيديولوجي، يعتبر نفسه المعارض خارج أسوار السلطات الثلاث، وهو في الحقيقة داخل هذه الأسوار، لكنه يريد طورا يريد أن يكون معارضا، وتارة يكون في السلطة ومطبقا للقانون، وهو في الحقيقة كما المتخاصم معه كلاهما في السلطة، ومطلوب منهم أن يشرعوا وينفذوا القوانين من أجل صالح المواطنين التونسيين فقط. في ليبيا الشقيقة وصل الاحتراب الذي بدأ كما عندنا بين أبناء الوطن الواحد، تخاله بين الوطن أبناء الوطن الواحد، لكنه في الحقيقة بحرب بالوكالة. بدأت بحرب كلامية بالوكالة، ثم تحول الاحتراب إلى حرب بالسلاح بالوكالة أيضا. اليوم ليبيا تصحح المسار بأيادي ليبية وبأيادي أجنبية. المهم أن ليبيا عندها على شنو تتكى، عندها على شنو تتدلل. اليوم ليبيا عندها في الخلفية متاعها عندها النفط وربي يبارك لها، وعندها الغاز المطلوب. تونس شنو عندها؟ علاش تحتربوا؟ علاش تعملوا حرب بالوكالة من أجل الآخرين في غير منفعة التونسيين؟ نعم ليبيا صحت بأيادي أجنبية، نعم نفس الأيادي والإرادات التي هيأت تلك الحرب في ليبيا، ولكن اليوم في تونس الحرب متواصلة، والأزمة أزمة أمنية في البلاد وأزمة سياسية، وكل طرف يدخل الحرب من موضوع يختاره هو حسب مصلحته ومصلحة حزبه، لا حسب مصلحة التونسيين ومقتضيات المرحلة. كل طرف سياسي ما إن يتحصن بالبرلمان أو يتحصن بالقضاء أو يتحصن بالسلطة التنفيذية إلا ودخل هذه المعركة وهو شايل سيفه. اليوم المهاترات السياسية متواصلة، ومصالح البلاد والمواطنين في ضياع، ولا ندري ماذا ينتظر التونسيون ليحصلوا على أمر ما، على حل ما. هل هي الحرب المدمرة أم هي حرب استنزاف بينهم؟ هل هو الإفلاس أم في الأمر خيانة للناخبين؟ مع فاطمة كراي، أعتذر على الشرقة.